الرحيم. سعاد فاضل المسؤولية الإقليمية لشؤون النسوية نيابة وزارة الشباب والرياضة المحمدية. اليوم عندنا اختتام نهاية السنة للرائدات اللي خرجت التكوين المهني وخرجت الأندية النسوية. هذا عمل جبار في الحقيقة. احنا كنأهلوا الفتاة لواحد أخذ واحد تعلم واحد الحرفة باش تأهل وتخدم في سوق الشغل. يعني هاد الرائدات كلهم تقريبا حيت كيكون نهاية السنة اللي في الحلاقة كيمشيو لصالونات الحلاقة، اللي في خريجة ديال شعبة الخياطة كيمشيو للمعامل، اللي في خياطة شعبة الصناعة التقليدية كيمشيو يفتحوا محلات تجارية ديالهم، المربيات كيخدموا في رياض الأطفال وفي المؤسسات التعليمية والحضانات. يعني الدور ديالنا هو بحد ذاته دور فعال في تأهيل الفتاة والمرأة. وانت ما شفتوا هذا المعرض راه يعني مستوى جيد وصنعة متقونة وحرفة، يعني كتأهلهم باش يندمجوا في سوق الشغل ويكون عندهم واحد الدخل اللي هو دخل قار ديالهم واللي يعاونوا بهم وليداتهم والعائلات ديالهم. وكنشكركم انتم اللي الاعلام دائما راه هو معنا وديما نكملنا، لانه لولا ما كنتوش انتم يا الاعلام هادشي ما يخش لبرا وما غيوصلش للناس. واللي كنتمنى هو انه هادشي حضرناه واخا مع معرض نهايه السنه ودرنا نخليوه كابواب مفتوحه للاساس باش الرائدات والسيدات اللي هما عندهم رغبات باش يتعلموا صنعه غيجيو يشوفوا هاد المعرض. وفي بداية السنة كل واحدة فيهم اللي غتكون عندها واحد الخبرة واحد المعرفة على اش من شعبة بغات تعلمها السنة المقبلة ان شاء الله. وراه النادي دائما هو فضاء للمرأة والفتاة وحنا معاهم في التجديد وفي اننا نأهلوهم ونديروا لهم مشاريع. راح حتى كنديروا حتى البنات ملي كيساليو هذا الشيء لدوك المتميزات في واحد الحرفه ولي ساقنينا، حيت كنديروا ليهم واحد مشروع مدير للدخل بالتعاون مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وكان على بركه الله كينطلقوا في العمل.